السلام عليكم كديرين انا أخوكم عبد الاحد اللي معروف عند المغاربة كاملين الحمد لله أنا طفل اللي عشت محروم بين أب و أم اللي تكرفست وعانيت اللي شقيت وكافحت اللي أول مرة عودت قصتي ديال الاغتصاب وأنا طفل صغير شنقولكم عرفت كاين الناس لي ناقدوني بهدرتي كاين الناس اللي يبغوني كما الناس اللي بغوني في قناة ديالي أنا طفل اللي عانيت بزاف لأب وأم أم طلقوا بعضياتهم دريب قضاحية كان عندي أستاذ ديالي تيدي سوايا كما تنقول معمرت نسى لي النهار اللي تختصبت ماما ما كيناش وتختصبت اختصاب اللي حاشاك مشيت عند مي ومازال عندي الكويات ديال مي الله يرحمه ويذكره بخير قلت لها درتي وانا طفل صغير ما عارف والو ومحكمه على ذاك السيد محكموش عليه بالحبس حكمين عليه بخمس سنين ضرب عامين خرجت ثلاث في ثلاث سنين انا بقى ضحية للمجتمع علاش مع مرات نسالي حيت كانت يضروني في حومتي الناس تصافي طجيت تجيت ما خليت كازا ما خليت الرباط ما خليت طنجة ما خليت تبلد بات في الزنقة مشيت السونتر دوزت الحبس دوزت المعاناة خرجت للطريق اللي معمرات كل اللي في حياتي وما بغيتش نرجع لها حيت الله بتانيني يعني واحد ابتلاء كبير سيدا سرطان وداء السل متشافيت من داء السل دابا السرطان والسيدا وتنحمد الله ونشكره هذا ابتلاء ما نسي داربي مي انا تنترجى مقلب الرحيمه يقدروا يساعدوني يقدروا يقفوا معي حتى داز عليا العذاب ديال الدنيا والدين ما بغيتش ما بغيش نرجع للطريق نفسها مي انا بغيت قصه تبقى على كل مكان بغيت شي قلوب الرحيمه اللي يقفوا معاي ليساعدوني لي معايا لي يقدروا يوصلوا الرساله ديالي شي وحسين لي يقدر يتكلف لي بدويره باش نعيش ما نبقاش ديما في الكره ما تبدل فيا حتى نفس الحال والحمد لله الحل هو الحل اي تنترجى منكم حسوا بيا انا اخوكم انا مسلم بحالي بحالكم انا ماشي شي واحد ليهودي ولا حاشا نقول هذه الكلمة يا كنا عبد كنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وقفوا معي الله يرحمكم والدين ولا تشاب قاع ما بغيتش فلوس أنا كيما تنقولها بغيت قلب الرحمة اللي توقف معاي وخا العمرة ما تحقتش حيت أنا مريض بالسيدة بغيت تحق لي دويرة يبو يتو نعيش فيه حتى يطول الله في العمر ديالي هادشي اللي بغيت الله يستر لكم الأمور وفتح عليكم واخا انا تنعيش بالدويات غاليين ومعيشة غالية حياة غالية من الحمد لله تنقاوم عندي امل في الدنيا كما تنقول عندي امل في الله هو احسن شيء وتبت وما عمري خرج ننتقم من الناس ولا مشي نرجع للطريق ديالي ونخرج كيما وحدين تنتقموا من الناس كاينين وحدين تنعرفهم انا متى تهضر معاهم تيقول ماشي شغلك كيما انتقموا من الناس إحنا ننتقمو من الناس نفس الامراض ديالي وربي ما كملش عليهم ما طول لهمش العمر كاين اللي مات فيهم كي اللي معذب فيهم دابا انا ما تنتشفاش كل واحد حياته الشخصيه مي انا تنقول كلمه وحده ما هاد المنبر ما بقاش الناس حتي الناس هي ضحيه بحالي انا ضحيه صغير رجعوا للطريق وترجعوا الله ونبي رسول الله أما ما دايم لا فلوس لا مال لا ولا شيء دايم إلا وجه الله ودباب التوبة والرسالة ديالي بغيتها خوتي المغاربة خوتي العرب كاملين الرسالة ديالي بغيتها توصل وتنطلبكم ممكن هذا هو المساج ديالي اللي بغيت نطلبكم وتناشد سيدنا الله يطول في عمره وشافيه لينا معنا ديال المرض ديالي تنكافح بزاف تنعاني بزاف بزاف الأمراض تنعاني بزاف شقيت في الامراض وما زلت نعاني ونهار 28 عندي التيماغ والمغاربة يعرفوا التيماغ شنو هو هو سرطان المصران شنقول لكم الدويت غاليين كل شي غالي وقفوا معايا هادشي شنو نقول لكم حيت عييت ما نبكي عييت ما نشكي الحال ما تبدل على الحال انا مازال في الكراوات مازال تنعاني من قنت القنت وانت لا تم القنت ما بغيت الرساله ديالي توصل هاد المره ما كرهتش توصل اقرب وقت الله يرحمكم الوالدين أه شنقول ما عمري ننسى خويا سعد المجرد ما عمري ننسى خويا هشام بهلول مومتي المغربي جا عندي تال الطبيب ما عمري ننسى نهيله باغبي حاتم عمور حتى, حتى باقات بقيت فيهم بزاف والحمد لله الحمد لله وخوتي المغاربة هما ما ننساش خيرهم واقفين معايا في خارج الوطن وداخل الوطن ودعموني في قناة اليوتيوب ديالي وواقفين معايا وخرجني لا حاجة هنا تنشوف الناس وتيشوفوني الناس والعائلة تدخل عندي مي تنطلبكم وقفوا مع ولدكم عبد الأحد عبد الأحد اللي في الناس اللي عانوا تكرفس بزاف حسوا بيا حسوا بيا الله يرحمكم الوالدين عبد الاحاد عسل الوعلاني هذيك هي قناه اليوتيوب ديالي قال لما قدروا يعاونوني الناس يدعموني على هذه القناه ويقدروا الناس يدعموني على هذه القناه نقدر نتصور بها طريبة الخبز نعيش بها تخلص بها كراتي تحن علي الله لما صبتش الله شي محسن اللي يقدر يوقف معايا ولا يشري لي ولا هذا نعيش بها وانت معش بها تحن علي الله محتوى ديالها ديال القران الكريم أه... قصص الحمد لله وليت نقف مع ناس حتى حتى انا داز عليا العذاب تنقف مع ناس صحاب السيده والسرطان أه... شحال محضر محتوى وطلعت للطريق لوري كان نيت مع معايا خوتي المغاربه ومشيت عند ناس اوندي كابي ما خصنيش نقولها هادشي بيني الله حيت قال لك لي ما من القليل ما عمره يعطي من الكثير مي انا وصلت في الدنيا ولا شيء خصني نوصل ان شاء الله لفوق جنات الفردوس احسن شيء ومن هذا المنبر تنشكر القنوات اللي صوروا معايا كاملين واللي بقيت فيهم واللي قصة ديالي توشط المغاربه ديالي كاملين وما كرش هذا الفيديو يوصل الناس كبار ويتبارطاج عند ناس كبار كبير هو الله باش تقدر الرسالة ديالي توصل كتر هادشي اللي نطلب منكم وما كرهتش شي محسن يوقف معايا ولا محسنة وما تقولش انا عندي ولا ندير هادك الشي بيني وبينها وشكرا ليكم شكرا للشعب المغربي والشعب الجزائري والشعب العرب كاملين اللي واقفين معي والقنوات اللي واقفين معي الله يستركم الامور وشكرا ليكم بزاف احتراماتي ليكم ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بير و وتبارطاجيو مع اصحابكم